السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا بعد الفاصل عشان نكمل الفقرة الثانية من فقرات برنامجنا هذا عيدنا بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام أنتم بخير. في هذه الفقرة إن شاء الله هنركز أكتر على فرحة العيد، كيف نفرح بالعيد، الفرح اللي احنا اتكلمنا عليه في الفقرة الأولانية، الفرح المحمود. وقلنا أن الإسلام بيشرع لنا الفرحة لكي نفرح، ليست فرحة مجردة عشان نفرح وخلاص، لا، ولكن لكي نفرح ونسعد ونسعد من حولنا، وتكون في فائدة في للأمة الإسلامية بشكل عام. في هذه الفقرة إن شاء الله هيكون معنا ضيفنا الكريم وصديقنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فهيم الداعية الإسلامي، اللي حضراتكم شاهدتوه كثيرا في على شاشة قناة الصحة والجمال، وخصوصا في برنامج هذا ديننا، والحقيقة استمتعنا به كثيرا جدا جدا بطرحه الجميل والمبسط ومعلوماته الغزيرة الكبيرة. الحقيقة احنا بنسعد به أول ما يكون معنا في كل عيد، وبيكون عيد مميز أول ما نستضيف فيه شيخنا الحبيب الشيخ محمد فهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. اهلا بحضرتك استاذ، منورنا، وكل عام وحضرتك بخير. في حضرتك يا رب، كل سنه وحضرتك طيب والمشاهدين جميعا طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم بالخير يا رب ان شاء الله. كل عام وحضرتك بخير. طيب صح سلام. قبل نبدا وندخل في حوارنا الماتع كالعاده مع حضرتك، خصوصا في عيد الفطر المبارك، دائما يعني حقيقه على المستوى الشخصي، واكيد على المستوى الساده المشاهدين بيبقوا مستمتعين بحضرتك، خصوصا احنا اعتدنا على حضرتك في برنامج هذا ديننا من البرامج المميزه على شاشه قناه الصحة والجمال. حضرتك تقول ايه بدايه كده للساده المشاهدين في عيد الفطر المبارك؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونود ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. هذا عيدنا، هذا عيد الموحدين، هذا عيد الصائمين، هذا يوم الجائزه، يوم ان اعطى الله عز وجل للصائمين هذه الجائزة فيفرحون بها، وكل إنسان يأخذ جائزته مهما كانت هذه الجائزة إنما هو يفرح بها، فإذا كانت الجائزة من أكرم الأكرمين فما بالك بها، فهي جائزة كبرى لا يعلمها إلا الله، حتى قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصوم ليس محدد الأجر، محدش يعرف الأجر، لن يدخل الميزان حضرتك، هناك بعض الأعمال لن تدخل الميزان كالصوم. يعني الملائكة بيقولوا فلان ابن فلان صام يوم واحد رمضان، صام يوم اثنين رمضان، تمام؟ فهذا الصوم لا يعلم جزاءه إلا الله عز وجل، يوم القيامة يكتب أنه صام يوم كذا أو يوم اثنين يوم خميس كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، والأجر متروك لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يؤجرك وهو الذي يعطيك. ومن الأمور أن الله عز وجل لن يعني يقتص للمظلومين من ثواب الصيام. سبحان الله. يعني مثلا انا او انسان ظلم ناس وهم يجوا يوم القيامه يطالبوا بالحقوق، فيؤخذ من الصلاه، يؤخذ من الحج، يؤخذ من الصدقات، يؤخذ من كذا وكذا، الا الله. الصيام فانه لي وانا اجزي به. كذلك بعض الامور التي لا تدخل في الميزان العفو عن الناس. قال تعالى: فمن عفا واصلح فاجره على مين؟ على الله. فاجره على الله، ده اجر على الله. كذلك من الامور الصبر، انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الأمور تفرح العبد حينما يصبر، حينما يعفو عن أخيه المسلم أو عمن ظلم، وحينما يصوم لله عز وجل، فيأتي يوم العيد نسميه يوم الفرح الأكبر، فالإنسان يفرح بهذا اليوم فرحا ليس فيه بطر وليس فيه يعني معصية لله عز وجل، إذ أن الفرح حينما يتخلله المعصية ليس هذا بفرح محمود، إنما هذا فرح مذموم. فالله عز وجل جعل ذكر في القرآن الكريم أن هناك فرحا محمودا وفرحا مذموما. يعني في فرح مذموم، مش كل الأفراح بتكون أفراح. يعني هو الإنسان لما بيعصي ربنا دكتور إبراهيم بيبقى فرحان، ومبسوط وسعيد في اللحظة، لكن يعقبها ندم. أما الإنسان إذا أطاع الله يفرح بها أو يتعب في أثنائها، ويعقبها سعادة وراحة وطمأنينة نفس. طب حضرتك شايف إزاي الناس اللي هم بيستغلوا فرصة العيد بالمهرجانات الصاخبة، ويعني الانفلات الأخلاقي الحقيقة اللي احنا بنشوفه في شوارعنا للأسف الشديد. للأسف الشديد حضرتك بتشوفه ازاي، خصوصا ان لو احنا تدبرنا هذا الموضوع بنجد ان مفيش علاقة بين يعني بين العيد وبين اللي هما بيعملوه. يعني العيد ده سنه الله سبحانه وتعالى لنا لكي نفرح يعني بالصوم، ونفرح بإكمال عدة رمضان. طب اللي بيحصل في الشارع ده ملوش علاقة بالعبادة ولا برمضان ولا شيء، حضرتك شايفه ازاي؟ احيانا يا دكتور ربنا عز وجل بيعطينا نعم وبنستخدمها غلط.
ما بنستخدمهاش استخدام الصحيح، زي مثلا موضوع النت، زي التلفزيون، زي كذا زي كذا كذا كذا، بنستخدمها استخدامات خطأ، وربما يكون عندك استخدام ده وده. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وجد عندها مغنيتان، أو وجد عندها جاريتان تغنيان، قالت عائشة: وما هما بمغنيتان، وإنما كانتا تقول كما قالت الأنصار يوم بعاث. فغضب أبو بكر الصديق وقال: أمزمار من مزامير الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وسمع ما قال أبو بكر فعاتبه وقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. رواه البخاري. وهذا إيه؟ عيدنا، يعني نفرح به. والفرح هذا إذا كان فيه معصية لله عز وجل فهو مذموم عند الله تبارك وتعالى. طب ممكن حد يقول: والله انا افهم من كلامك يا شيخ محمد ان اهو الاغاني والصخب والمهرجانات حلال، ده اهو في ما هي السيده عائشه في حضرتك لو اخذت بالك في النقطه قالت ان وما هما بمغنيتان، انما كانتا تقول مثل ما قالت الانصار يوم بعاث، يعني اناشيد دينيه، حاجات كويسه، حاجات منضبطه لها معنى، حاجات منضبطه ما فيهاش بقى ايه وصف جسد امراه، ما فيهاش يعني قله ادب، ولا فيها خروج عن عما تربينا عليه. فهناك الفرح المذموم الذي قال الله عز وجل فيه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. يا الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ممقوت. والله عز وجل يقول عن من فرح بما عنده من مال: فرح البطر والاعتداء على الآخرين، كما فعل مين؟ قارون، عليه من الله ما يستحق، إذ قال له قومه: لا تفرح، فرح البطر والكبر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علم إيه؟ على علم عندي. أنكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أنكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فهؤلاء يعني يفرحون بما عندهم من مال، أو يفرحون بما فعلوا من معصية، فهو فرح مذموم. فكل إنسان يفرح بأنه عصى الله وأنه خرج عن النص، هذا فرح مذموم لا يحبه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول عنه: والله لا يحب الفرحين. أما عن الصورة الأخرى قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه؟ فليفرحوا. تفرح لأن الله أعانك، وتفرح لأن الله وفقك، لأن الله جعلك موحدا لله، أنت على وجه البسيطة يعني مميز، أن الله عز وجل اختارك أن تكون عبدا لله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويقول عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. والإنسان إذا أطاع الله يا أستاذنا يعني يفرح، يفرح يفرح فرح كبير جدا. ليه؟ لأن الله يقول في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فالإنسان هنا يفرح إذا أطاع ربه عز وجل، ما يفرحش إن هو ربنا أطاعه وغيره دخل النار، لا، أو مثلا يبص للناس نظرة دنية وإن أنا بقيت يعني خدت الختم ودخل الجنة خلاص، لا، إنما يفرح لأن الله اختاره أوقفه بين يديه. الإنسان لما يروح المسجد يعلم أن الله عز وجل يسر له، وأن الله عز وجل هو الذي وفقه، وأن الله كتب اسمه مع المصلين، فهو يفرح لأن الله عز وجل أعانه. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وإذا كان الإنسان يحب الله ورسوله فيفرح. لما جاء عربي قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت له؟ أنت في ناس دايما يقول لك يأجوج ومأجوج، المسيح الدجال، اللي هيحصل واللي هي، طب أنت عملت إيه للساعة؟ يعني إيه استعدادك؟ مش ده السؤال المهم. متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت له؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. يا الله. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وفي كفاية. رواية: يعني المرء مع من أحب. هذه وكفى. قال أنس: وما فرحنا بشيء فرحنا بما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام للأعرابي: المرء مع من أحب. طب هل يا شيخ محمد المرء مع من أحب، هل الحب بيكون بالكلام؟ طب ما كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كلنا بنقول بحب النبي وبحب ربنا وكل الكلام. سؤال جميل، لكن باللسان وخلاص. سؤال جميل وسؤال طيب من رجل طيب، بارك الله فيك، ربنا يرضى عنك. جزاك الله خير. في سورة البقرة لما حكى الله عز وجل أو تحدث عن آيات الصيام زيلها بقوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر هنا بيّنته آيات سورة سبأ في قوله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر هنا
وعلى ان اننا يعني ابين ان انا مثلا بشكر ربنا فعلا ان انا بازيله بالعمل او اعملوا يعني اشكروا شكرا اعملوا شكرا يعني لازم لابد ان يكون في هناك عمل يدل على الشكر والامتنان. اذا كان الانسان يحب الله عز وجل حبا صادقا فليكن بالعمل. يعني حتى في الحديث عند البخاري ومسلم ان المصطفى عليه الصلاه والسلام هو في اخر الحديث قال للصائم فرحتان، الحديث المشهور للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره. ما هو ده عمله زي ما حضرتك بتقول ان هو هل هو كلام؟ لا، انما هو عمل يعني على ارض الواقع. قال اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بايه؟ بصومه. ليه بقى يا استاذنا اذا افطر فرح بفطره؟ هل هو من الناس المحبين للفته والمشايخ الفته وكده؟ لا والله، انما هو اذا افطر فرح بفطره لان الله عز وجل اعانه على صيام هذا الشهر وغيره لم يستطع أن يصوم لمرض أو لمعصية أو لغير ذلك، ولأنه الله عز وجل رزقه رزقا حلالا طيبا وغيره لا يجد هذا الطعام ويفرح. لأن الإنسان ممكن يقعد على المائدة يمد إيده على كل الأطباق ويأكل كل الموجود وغيره ما يقدرش يمد إيده على هذه الأطعمة، ربما يأكل مسلوق وربما يأكل أطعمة معينة عينت له من قبل الأطباء. يفرح لأنه يجلس بين أبنائه وغيره محروم من هذه الجلسة، إما لطلاق وإما لسفر وإما لموت أو غير ذلك. يفرح هذا المؤمن لأن الله عز وجل وفقه للصيام هذا اليوم، فيجلس بين أولاده وأن الله رزقه وأن الله أعطاه الصحة والعافية وأن الله عز وجل وفقه لطاعته سبحانه وتعالى. فإذا أفطر فرح بفطره مش معنى يا جماعة أن هو المشايخ بتوع الفتة وبيحبوا الأكل. الأكل دي حاجة سبحان الله ربنا خلقها يعني هي نعم ولكن نفرح بإكمال الصوم وبأخذ الجائزة من الله سبحانه وتعالى. إذا أفطر فرح بفطره بكل هذه المعاني التي ذكرت لحضراتكم. نعم. طيب نستنى حضرتك يا شيخ محمد بناخذ اتصال من مشاهدينا ومحبينا ومقدمي برامجنا في قناة الصحة والجمال. معنا الآن الأستاذة نور الحسيني مقدمة برنامج علم طفلك. السلام عليكم أستاذة نور. وعليكم السلام يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنت طيب. وكل عام وأسرة برامجنا وأسرة قناة الصحة والجمال كلها بألف خير، ابتداء من أستاذنا وأستاذ الكل أستاذ ناصر الشاهد وأستاذ محمد الشاهد وأستاذ محمد الملكي وأستاذنا الغالي وليد عمارة. عايزة أقول لكل الأسرة الجميلة دي كل عام وطيبين، وتوقعوا إن شاء الله خلال الفترة المقبلة برنامجنا على قناة الصحة والجمال بشكل متطور بإذن الله بإذن الله، وبكون أسعد مخلوق لما بكون معاكم على الهواء ولما بتواصل معاكم. وكل عام وكل الأمة العربية بألف خير يا رب العالمين. كل سنة وحضرتك بخير الأستاذة منى والأستاذة نور. عايزين حضرتك يعني تدينا نبذة عن إن شاء الله البرنامج اللي حضرتك هتقدميه بعد العيد إن شاء الله، هل هو هيختلف بشكل أو بآخر ولا هيكون يعني تكملة أو استمرار اللي حضرتك قدمتيه قبل العيد؟ إن شاء الله هيكون مختلف بشكل العيد. جديد برنامجنا رسالة توعوية لكل أطفالنا هيكون مقدم من الخالناني نور الحسيني على قناة الصحة والجمال. هيكون في فقرات لأطفالنا مواهبهم وإبداعاتهم أكيد، وهنطورهم وهنساعدهم زي ما ساعدنا آسر مصطفى أنه يوصل لأكبر موهبة وأنه يوصل للتصفية النهائية للرئاسة. إن شاء الله هنوصل أطفالنا لأعلى المناصب في مسابقة القراءة. كان وصل معنا آسر مصطفى اللي أطلق عليه عالم الفضاء الصغير، وكمان هنتواصل مع كل أطفالنا الموجودين معنا في الرسم والإبداع في أي موهبة سواء كانت قصصية. إن شاء الله هنكون متواصلين مع كل أطفالنا بإذن الله داخل الفترة المقبلة سواء فن رسم إبداع هنا تلاوة كل شيء موجود مع أطفالنا، وإحنا إن شاء الله هندعمهم بكل شيء موجود معنا ومتاح لنا سواء كان جوه مصر أو خارج مصر من متابعينا اللي بيتابعونا في العراق أو بيتابعونا في فلسطين أو في أي مكان. وربنا يحفظ يا رب أمتنا العربية وكل عام عندك ألف خير إن شاء الله. طبعا من البرامج حضرتك من البرامج المهمة جدا جدا، لأن موضوع تربية الطفل والنشأ ده موضوع يعني من المفترض يكون من أولويات المجتمع، أي مجتمع وخصوصا المجتمع المسلم. أكيد. إحنا بنشوف دلوقتي الانحطاط شوية في الأخلاق في شوارعنا، وبنشوف يعني أكيد. الانشغال الأباء والأمهات بشكل كبير جدا، طبعا مش بنعمم، لكن بقت في ظاهرة ملاحظة طبعا ولأي حد يعني بيشوف كويس جداً إن في يعني قلة في المواضيع دي.
اسمح لي ان انا اتدخل، لان الاعلام عامه وسيله بتلعب دور مهم جدا في تربيه النشء من غير يعني بشكل غير مباشر. يعني كنت بتكلم عن المسلسلات والحاجات اللي موجوده، اطفالنا بيشاهدوا وبينفذوا او بيتاثروا بكل شيء موجود حوالينا فبيقلدوه دون ان يدروا. يعني ده احنا عايزين نوجد البديل بقى يا استاذه نور، نوجد البديل بشكل راقي وبشكل يكون سليم. ما أنا بقول لحضرتك عشان كده عملنا برنامجنا لتعديل السلوك، والأساسنا هو تعديل السلوك وتنمية مهارات الأطفال، إن إحنا بنقدر نحول أطفالنا من طفل سوي لطفل سوي أكتر. يعني بنحاول إن إحنا نخليه أفضل وأحسن، يخدم مجتمعه ويخدم الوطن ويساعد على نمائه. وكمان بنقول له إن أنت شخصية مهمة، بنحاول نولد في أطفالنا أو نشجعهم إن هم يكونوا شخصية نافعة تفيد المجتمع وتفيد الوطن، و بنتأمل أو بنأمل من ربنا إن ده يكون سبحانه وتعالى في حسناتنا بإذن الله ويجازينا كل خير. طيب إن شاء الله هتكون إحنا عايزين نستغل الفرصة يا أستاذة نور وحضرتك معانا، وإحنا في فترة العيد ندخل السرور على أطفالنا صغيرين، وعايزين من حضرتك تقدم لنا كده فقرة صغيرة كده من الأصوات اللي حضرتك بتقلديها كده بشكل جميل والأطفال بيحبوها. الله أنت كده بمناسبة العيد كده ندخل الفرحة والبهجة على الأطفال. يعني أكيد طبعاً عايزة أقول لكم، هقول لكم حدوتة جميلة وفي نفس الوقت هتكون رسالة جميلة. ازيكم يا أصحابي؟ انتوا سامعيني؟ اه سامعينك يا خالة ناني. أنا بحبكم قوي قوي قوي، وعلشان كده عملت لكم مداخلة على قناتنا قناة الصحة والجمال عشان أقول لكم كل عام وانتم طيبين. وانتي طيبة يا خالة ناني. يا ترى قضيتوا العيد فين؟ أنا عن نفسي رحت حدائق جميلة، وأنا كمان رحت لجنينة الحيوانات وزرت جده. الله، يعني انتوا عملتوا صلة رحم، زرتوا أقاربكم. طبعا يا خلانيني احنا بنحبهم قوي، وانا كمان بحبكم، لازم نزور أقربائنا ونحبهم وكمان نودهم ونساعدهم في كل شيء جميل ونحاول ننظم حياتنا. انتي قلتي ننظم حياتنا يا خلانيني؟ طبعا، يعني احنا نخصص وقت لمذاكرتنا ومساعدة الآخرين، يعني نساعد بابا وماما في بيتنا. كويس ما شاء الله. جدا، أنا ساعدت بابا وماما في حاجات جميلة جدا. جميل جدا يا أستاذة نور. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله. حضرتك يعني بنستمتع وفي نفس الوقت بنتعلم قيمة جميلة جدا في حياتنا وقيمة أشكرك. جميلة جدا في إسلامنا. أنا فعلا أشكرك. بحي حضرتك جدا وبشجع حضرتك إنك تكملي بنفس النسق، إن احنا فعلا نوجد البديل الله. المحترم ويكون إعلام هادف فعلا بينشئ جيل فعلا يعتمد عليه في المستقبل إن شاء الله. بتواجدنا معاكم وعلى قناة الصحة والجمال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذة نور، كل سنة وحضرتك طيبة. ومعانا اتصال من صفا من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة أنا بحيي حضراتكم طبعا. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وأنتم طيبين، وعاوزة أسأل سؤال للشيخ وأدعي لكم دعاء. اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. الو انا بقول للشيخ، في ايه بتقول في القران الكريم والذين هم عن اللغو معرضون، وفي حديث بيقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، بقيت الحديث بقى هو عارفه. كيف نجمع بين الاثنين وما هي الخطوات التي نسير عليها؟ الخطوات الخطوات يا فندم. بقولك كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نعم. وإيه الخطوات اللي نمشي عليها؟ تمام جدا يا فندم. عاوزة أدعي لحضراتكم دعاء. يا رب. اتفضلي. يا رب يرضي قدركم في الأرض والسماء، ويرزقكم برؤية الحبيب المصطفى، ويرحمكم برحمته الواسعة، ويوفقكم لمراقبته في السر والعلن. واسأل المولى الكريم أن ينفعكم بالطاعة في كل وقت، ويمن عليكم بالبركة في العمر، ويسركم يوم العرض، ويشرح صدوركم بالذكر والشكر على الدوام، ويجعلكم من الفائزين الدنيا والدين. اللهم آمين يا رب. جزاكم الله خير استاذه صفا، متشكرين جدا لاتصال حضرتك اللي اسعدنا جدا جدا. كل عام وحضرتك بخير والمسلمين جميعا في شتى بقاع الارض بخير وصحه ونصره وعزه، اللهم امين.
اش محمد، اتصالات يعني جميله ومبهجه في العيد بصراحه. انت فاجئتني بصراحه استاذ نور، انا يعني اول مره اسمع بصراحه الاسلوب والطريقه، حاجه تجذب فعلا الاطفال يعني. يعني الاعلام زي لما احنا بنتكلم بنقول شيء يا اما يكون هدام يا اما بناء، وكمان تاثيره شديد جدا سواء بالايجاب او بالسلب. صحيح. طيب الاستاذ صفا كان بتسال عن الايه اللي بتقول والذين هم عن اللغو معرضون، والحديث المؤمن الذي يعني يصبر على اذى الناس، على اذى الناس يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي يعتزل الناس ولا يصبر على اذاهم. هو يعني بصي يا استاذ صفا، الاثنين اصلا يعني في فرق كبير جدا. هو بيتكلم عن الشخص، انا كشخص كمحمد اهو، فربنا بيقول عني يوصفني بهذه الصفه والذين هم عن اللغو معرضون، فانا ما بتكلمش كلام يغضب ربنا عز وجل. نعم. تمام كده؟ تمام. والحديث بيتكلم عن ان حد هيأذيني فانا اصبر على اذاه. فاعتقد ان مفيش تعارض خالص يعني. يعني هنا والذين هم عن اللغو معرضون مش معناها الاعتزال. لا لا لا، مش معناها الاعتزال، معناها ان انا اخالط الناس عادي ولكن اخالط الناس لا اتحدث باللغو. انما امر مال فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على اذى الناس. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانا اخالط الناس، لكن والذين هم عن اللغو معرضون اعرض بلساني، ما بيتكلمش كلام يخالط الناس لكن لا يخرج العيب من بلسانه. وابدا بقى يعني اوجههم، فلو ولو لم يتوجهوا بعتزلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. فهي الفكرة كلها أن أنا بوصل بيهم لمرحلة أن أنا أوصل لهم رسالة ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك إن لم ينتصحوا وإن لم يعني يتراجعوا عما هم فيه ببدأ إيه أعتزلهم وأشغل نفسي عشان خاطر ما ياخدونيش هم للطيار بتاعهم. نعم الله يفتح عليك، جزاك الله خير يا شيخ. احنا كنا عايزين نكمل للصائم فرحتين، حضرتك ما سألتنيش السؤال دوت. نعم. احنا قلنا إذا أفطر فرح بفطره، للمعاني الجميله دي، لان في ناس ما عندهاش فكره ليه انا افرح، يعني افرح بالاكل، يعني ازاي افرح بالاكل. نعم. فهي الفكره مش فكره اكل، انما يفرح اذا اعانه الله عز وجل ووفقه ورزقه واعطاه الصحه والعافيه. نعم. طب واذا لقي ربه فرح بايه؟ بصومه. نعم. للمعنى الذي يعني ذكرته لحضرتك ان ربنا عز وجل يعني ياخذ المظلومين من العبادات الاخرى ولا ياخذ من الصيام، فده يفرحه ولا ما يفرحوش؟ نعم. يفرحه اذا وجد اسمه مع من يدخلون من باب الريان. طبعا صحيح. ينادى على صحيح. الصائمين يوم القيامه، فاين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من باب الريان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فاذا نعم. دخلوا اغلق دونهم فلم يدخل احد غيرهم. خد بالك، فديت برضه ايه؟ تفرح الانسان. كذلك من الفرح في الاخره قول المصطفى. طيب. عليه الصلاه والسلام الصيام والقران يشفعان العبد. نكمل الفرح في الاخره، ده موضوع مهم جدا. طيب. بس بعد اسمح لنا ناخد اتصال. طيب. الاستاذه ثريا من دمياط، السلام عليكم. ايوه الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذه ثريا، اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ يا مرحبا. مش انا حضرتك؟ طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. انا هقول لك سؤال كده بس اعلي صوتك شويه. اتفضلي، احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. اخوات اخين يعني بقالهم يجي 13 سنة ولا 14 سنة ما بينيش وبينهم عداوة، وكان عامل فرح ابني ورحت نقطته وقال لي ده انت كده 100 100 وهاجي لك يوماتي وانا وش الضيف. فجي شهر رمضان قال لي تعالي بعد 15 سنة ولا 16. فانا زي من خدت على خاطره ما رحتش، رجعت تاني قبل رمضان ما يخلص بيومين، قلت دي صلة رحم وانا هبدأ انهي صلة الرحم عشان صيامي. ورحت تاني، رحت لهم قبل الفطار بساعة أو بنص ساعة عشان ما كلفهمش بحاجة، إن أنا راح لهم الموجود لو عاش ومات هيبقى حلو في شهر رمضان. ورحت لهم يبقى دي يعني أنا اللي بدأت بالصلح عشان تبقى سوية. يعني بقول لك صلة الرحم بكثر في الرزق وبتطول في العمر. نعم صحيح. يعني أنا أبدأ أنا بالصلح، يبقى دي يعني عدلي أبدأ يعني. قول لي بقى أنت فضيلة الشيخ. حاضر يا مش وينهم حاجه، وبحب اخواتي خالص، بس هو يعني ليه اخ كبير والتاني ما بيجوش ولا في العيد ولا في رمضان ولا عيد صغير ولا مناسبات ولا اي حاجه. وانا لو حد منهم تعبان اللي فيه النصيب ان كان فلوس ولا فاكهه ولا حاجه حلوه حابب اروح له. نعم. يعني نيتي حلوه وانا فيها لله، واي حد غلبان تعبان بديله ما بقولش لحد، لان ربنا يبارك في حضرتك. يعني الصدقه من الداريه بتبقى حلوه. والله احنا بنشكر حضرتك وبندعو لك بالخير والبركه على حرص حضرتك على يعني عمل مهم جدا وعباده مهمه جدا اللي هي صله الرحم. احنا بنشكر حضرتك جدا وشكرا على اتصال حضرتك، والشيخ محمد ان شاء الله هيتفضل بالرد على حضرتك باذن الله. طبعا يا شيخ محمد، موضوع صله الرحم واحنا في العيد موضوع مهم جدا، واحنا كنا هنتكلم عليه طبعا في حديثنا، لكن موضوع يزعل
يزعل قطيعة الرحم الموجودة بين المسلمين. لما خلق الله الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: يا ربي هذا مقام العائذ بك؟ قال: نعم. ثم قال لها: يا رحم أترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعوذ بالله. فصلة الرحم وقطيعة الرحم ديت من الأشياء المهمة التي ينبغي للمسلمين أن يعني يتوقفوا عندها. فإن كان الإنسان عنده حد قاطع له في الرحم فده أنت عملتي أستاذ اسمها إيه؟ أستاذة ثريا حضرتك أنت بتعملي خير كبير جدا. جه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له نفس الشكوى ديت، بيقول له: يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. وبعض الناس يفتكر صلة الرحم إن احنا نروح عندهم ويجوا عندنا، نجيب لهم هدية ويجيب لنا هدية، فنتصل بهم ويتصلوا بينا، يعني إيه؟ يعني فقال المصطفى عليه السلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والأستاذة ثريا وأمثالها ربنا يبارك فيها ويحفظها ويبارك في الجميع بتعمل بتطبق الحديث دوت: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هو ديت صلة الرحم، يعني هي ما تقطعهمش رغم ان هم بيقطعوها والمعامله بتاعتهم ليست بالمثل. هي بتعاملهم بشكل كويس، وما شاء الله انا يعني فرحت جدا من نيتها الصافيه على الوصال، وهي راغبه في كده وحابه كده تصل وتكون يعني قريبه من اخواتها ومن اقاربها، وهم للاسف الشديد ما بيبدلوهاش نفس الشعور. هي تعمل عملا صالحا وتؤجر عليه ان شاء الله، ويبارك لها في صحتها وفي اولادها وفي عمرها باذن الله. وتكمل. وعلى فكره الاستاذ ثريا قالت نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل ايه؟ رحمه. قالت الواحد لما يصل رحم ربنا يبارك له في رزقه ويطول في عمره او يبارك في عمره. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك بتنصحها انها تكمل في الوصال وتقرب اكتر، وما يهمكيش، بس انصحك نصيحه اخوك الصغير: ما تبداوا لما تروح عندهم ما تفتحوش في مواضيع او انتوا ما بتجوش ليه ما بتسالوش، سلمي عليهم عادي خالص وما تعاتبهمش، لان العتاب لما يجوا بعد كده يبقى جايين عشان ايه؟ عشان العتاب بس. او مثلا لو في مشكله بينهم ما يفتحوش المواضيع خالص. نعم. ويا ريت الناس ان دي فرصه يا دكتور ان احنا في العيد ممكن نتواصل، نرفع سماعه الهاتف: السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم بالخير، انا بطمن عليكم، حبيت اسمع صوتكم كلمتين حلوين، ولا يقول انتوا خدتوا حقنا ولا اللي حصل ولا اي حاجه، عشان ما نفتحش باب النقاش في اشياء بتثير الضغائن او بتثير مشاكل الماضي. انما طيب. انما بس هي اتصال. نعم. او نروح عندهم كمان يبقى افضل، لو كانوا قريبين او كان الامور ميسره. احنا هنلمس الموضوع دوت في موضوع صله الرحم، ازاي يكون صله الرحم بشكل امثل، ازاي نعمل وصال للرحم بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد الاتصال من الاستاذ علي من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي اتفضل. مرحبا، والله انا سعيد بحضراتكم، انا استفدت يعني والله من اهلا وسهلا بيك، اتشرف بيك، كل سنه وحضرتك طيب. والشيخ يعني اسعدنا والله. ربنا يعزك يا رب. شكرا. احنا يعني محتاجين دعائكم بس. الله يبارك فيكم، ربنا يرفع قدرك ويصلح حالك وبالك، اللهم امين. استرها معاك يا رب ان شاء الله. بالنسبه للثبات بس احنا عايزين يعني نصيحه للثبات يعني بعد رمضان ان شاء الله. هنتكلم ان شاء الله، هنتكلم على الموضوع ده مهم جدا جدا، والعنصر مهم جدا في حلقتنا باذن الله. متشكر جدا يا استاذ علي، شكرا على اتصال حضرتك. طيب ناخد الموضوع الوصال. الناس فاكره ان موضوع صلة الرحم هو بالاتصال تليفوني وموضوع انتهى، او بالزيارة وموضوع انتهى. هل صلة الرحم بتتوقف فقط على الاتصال او الزيارة، ولا الموضوع اعمق وابعد من ذلك؟ هو الحديث واضح جدا، اللي هو الشكوى اللي جت لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني. اللي حطك دي الجزئية، قال: واحسن اليهم ويسيئون الي. ده مش ناس عاديين، ده ناس اهل شر، ده ناس مش يعني عارف حضرتك مش تحسن الي، فانا ايه اسكت مثلا، مش هرد مثلا الاحسان باحسان او اسكت خالص، لا، انما دول ده يسيئون الي، فكلما احسن اليهم اساءوا الي. ويقول: واحلم عليهم ويجهلون علي. ناس بيتعاملوا بفظاظه، وناس بتعامل بكبر، ناس بتعامل بطريقه وحشه جدا، ومع ذلك
الصحابي بيتواصل ايه؟ يتواصل معهم ويوصلهم. لكن هل التواصل يا شيخ محمد بيتوقف عند الزيارة فقط؟ لأن بعض الناس فاكر ان موضوع ان انا اقعد، لا، انما اشاركهم احزانهم، اشاركهم احزانهم وافراحهم. لو عندهم ولد نجح بركلوهم، لو عندهم فرح اروح وكده، ما اقعدش اقول لا ده ما عزمونيش، لا انت صاحب فرح، ولو حد كلمك كله لا ده انا صاحب الفرح، وتقف وتساعد. ولو في مشكله انا عرفت حتى لو هم ما دعونيش المفروض اتدخل، ده واجب عليا. بص يا استاذنا، هو الكبر ربنا يعافينا واياك، الكبر والغرور والانتصار للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه ابدا، صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاه والسلام. فالكبر والغرور والانتصار للنفس يعني بهدلوا الدنيا وخلوا الناس غرقت، يعني غرقت في بحر الظلمات. فاللي يعاملني كويس عامله كويس، واللي عاملني وحش اوري له الوش التاني. الوش ليه التاني؟ حضرتك شفت حد عنده وشين؟ ما شفتش وشين. لا انا شفت 50، شفت 10 20 30 فاوري له الوش التاني. ولذلك في ناس تقعد معاها تتكلم في الدين، ما شاء الله، يعني الشيخ الازهر بيتكلم، لو اتكلمت معاه في الكوره ما شاء الله، يعني كابتن مصر الاول، لو اتكلمت معاه في اي حوار تلاقيه ايه بيتكلم معاك في المواضيع، مش متخصص في حاجه معينه. فده كل واحد حس نفسه ان هو يعني حاجه كبيره، فلو حد اساء اليه كان الدنيا يعني انهدت، يعني يتقلب. مع ان احنا ناس، احنا بشر يعني، نصيب ونخطئ. نعم. يعني نحن بشر، لسنا ملائكه ولسنا شياطين، احنا فينا الخير والشر، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وايه وتقواها. احسنت. والله عز وجل يعني يتحدث عن هذا الانسان ان هو انواع النفس طبعا في القران زي ما حضرتك عارف، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، والنفس اللوامه وغير ذلك، والنفس المطمئنه، انواع النفس في القران الكريم. هذا التنوع دليل على ان النفس فيها كل الاشياء دوت. لكن احنا بقى نحركها، بقى نوجهها للخير، الخير نبتعد عن الشر. الخير دوت عامل زي شويه السكر اللي في الشاي، لو حركتهم هيدوبوا في الشاي كله وهيخلوا حياتها كلها مسكره. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يفتح عليك. مثال جميل جدا، وتقريب للذهن بشكل ما شاء الله، يخلي الانسان رائع يتحرك، بس يحرك الخير اللي جواه. صدق، استغفر، افعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله، ده مصداقا يعني سبحان الله لقول الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت بس تاخذ الخطوه. ايوه. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني انت بس تقدم خطوه والله سبحانه وتعالى يتولاك. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لم يقل فسنيسر له، بل قال فسنيسره. هو بميسر، تلاقي الامور راح مصلحه مثلا بيخلص ورق ما خلصتش، والقدر الله ما شاء فعل، لكن ايه البلد والحكومه والموظفين، ويقعد يشتم ويسب ويلعن ويعمل، واليوم ده كان يوم كذا يعني. في النهايه لكن الثاني يقول الحمد لله، قدر ربنا ما قدرش، هو الحمد لله، يمكن كنت قاعد في البيت كانت هدم عليا ولا حاجه ولا اي. خد بالك ازاي. فسنيسره اليسرى، ده الفرق بين الاثنين، ان واحد بيروح يخلص مصلحه او رايح يعني سفريه ولم يوفق فيها، قال الحمد لله يا رب انت ربنا مقدر، والاخر بدا يلعن ويسب اليوم والمسؤولين وغير ذلك. فقوله تعالى فسنيسره لليسرى، والثاني واما من بخل واستغنى. بخل بايه؟ بماله، بوقته، بعبادته. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى اي بالجنه فسنيسره للعسرى. سبحان الله، والعياذ بالله. احنا بايدينا نحرك نفسينا للخير والشر. سبحان الله. فالانسان الانسان يسعد نفسه ويشقي نفسه اذا طاع الله عز وجل سعد بها، لان الله قال في سوره النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قل لي بربك من الذي يملك حياتك؟ الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فالذي يملك حياتك هو الذي قال فلنحيينه، يعني هو الذي سوف يحييك هذه الحياه الطيبه. فلنحيينه حياه طيبه. في توكيد فلنحيي اللام والنون. أحسنت. يعني مؤكدات الله سبحانه وتعالى سيحيي، يعني وعدنا الله حياه طيبه. حياه طيبه بقى يبقى فيه رضا، فيه يعني حتى لو عايش في غرفه واحده يبقى راضي عن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب، بمناسبة حضرتك رجعتنا للموضوع الأصل اللي لسه ما كملناهوش، موضوع الفرحة، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم. احنا حضرتك بتتكلم عن الأفراح التي تنتظر المؤمن في الآخرة بسبب الصوم. تكلمنا عن باب الريان. وتكلمنا حضرتك يعني قلت نقطة مهمة جدا، إن أجر الصيام لا يؤخذ منه يوم القيامة. نعم. ملوش دعوة بالقصاص. يعني لأنه قال إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. إيه أنواع الأفراح
والمفاجآت التي تنتظر المسلم بسبب صومه في الآخرة؟ بسبب صومه أنه يسقى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. وربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان يفرح يوم القيامة بما يجد له مكانة. أنت عارف حضرتك لما نروح مقدمين على مثلا شقة ولا مقدمين على أي شغل مثلا وتلاقي اسمك في الكشف كده، شفت فرحة عاملة إزاي؟ فرحة كبيرة. تخيل بقى لو الإنسان يجد اسمه في كشوف يعني باب الريان أو في كشوف باب المتقين أو غير ذلك، لأن الجنة لها 8 أبواب. نعم. اللهم أدخلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. نكمل إن شاء الله حديثنا، ما شاء الله الاتصالات بنسعد بيها دائما مع حضرتك، ونلتقي مشاهدينا الكرام في العيد نهنئهم. ربنا يحب فيك يا رب إن شاء الله. الله يبارك فيكم وإياكم. معنا دوامة من أسوان. دوامة من أسوان، والله مواضيع حضراتكم يعني جميلة، والله ربنا يوفقكم دائما إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك. طبعا حضرتك يعني في الفترة في الفقرة السابقة تكلمت عن عظمة الإسلام والعيد. نعم. الإسلام عظيم في كل الشعائر، في كل الشعائر. الإسلام أساس دين الرحمة ودين الرأفة ودين عالمي، مش دين مثلا لفئة معينة أو أشخاص معينين. والحمد لله اللي ربنا أكرمنا بالإسلام، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا وفقنا وأكرمنا بالإسلام الحمد لله. وكل ما الإنسان كان قلبه مليان خير ورحمة ورأفة، كل ما كان أقرب في لله الحمد لله. ربنا يجعلنا قريبين من الله إن شاء الله، ويجعلنا يا رب ممن يرضى عنهم الله إن شاء الله، ويوفقنا دنيا وآخرة. أما الثبات على العبادة في رمضان هو توفيق وهداية من الله. نعم. يعني من وفق وربنا قبل منه العبادة في رمضان والذكر حيكون إن شاء الله موفق إن شاء الله بإذن الله في بعد رمضان. وحضرتك وصلة الأرحام مش بالتزاور بس، صلة الأرحام برضو بعد نشر الشائعات والأكاذيب على الأقارب حضرتك، وعدم الكذب على الأقارب، يعني ده كله ده برضو صلة الأرحام وبيصف القلوب حضرتك. يعني ربنا يبارك فيك ويفتح عليك أستاذة دوابة. كل سنة وحضرتك طيبة، وربنا يبارك في حضرتك يا رب، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى أهلنا الطيبين في أسوان. شو محمد، قبل ما ننتقل لموضوع من الحاجات المهمة أستاذنا، أن أستاذ دوابة يعني ضيف دائم على طول ما شاء الله، كانت بتتصل بيها برضو في البرنامج وسعدت بها كتير جدا، يعني من الناس المحبين لدين الله عز وجل. ربنا يثبتك ويحفظك يا أم. تفضل. عندك بقى في الصيام فرحتين، ان يوم القيامه الصيام يشفع للعبد. شوف تخيل العبد لما يكون يجي لوالدته او والدته تجي له وتقول له حسنه واحده ويأبى، يقول لها لا ما اقدرش يوم، لان ما اعرفش ظروفي ايه، ما اعرفش انا اروح فين. يا ابني حملتك في بطني 9 أشهر، ارضعتك عامين كاملين، كنت افرح لفرحك واحسن لحزنك، ده انا كنت بتمنى لك الحياه وانا اموت. يا ابني حسنه ومقابل كل ده؟ يقول لا يا أمي ما أقدرش، ما أقدرش نفسي نفسي. فاليوم ده يوم شديد، فتخيل يأتي الصيام كأنه مخلوق ويشفع للعبد، يقول يا ربي منعته الطعام والشراب وشهوته بالنهار فشفعني فيه. والمصطفى عليه السلام قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي، أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال الحبيب محمد: فيشفعان. سبحان الله، يعني وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني والله لو نعلم هذا يقينا لتمنينا كل السنة رمضان، كل عام رمضان. من الأجر العظيم اللي حضرتك بتبشرنا به من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لصلة الرحم، الأستاذة دوابة اللي بتقول إن صلة الرحم الناس ما تقولش الشائعات ولا كذا، بص يا أستاذة دوابة، بالنسبة لصلة الأرحام الخناقة واللي بينتصر فيها هو خاسر. نعم. يعني اللي طبعا فريقين بيقعدوا كل واحد بيحاول ان هو ايه ينتصر، ده انت قلته، لا ده هم قالوا، ده انت عملته، لا هم عملوا. يعني فالمنتصر في المعركه دي خاسر. الهدف مش ان انا انتصر عليه، الهدف اسمى من كده. أيوة. ان تعم الرحمه والفضل وتعم الخير على الاقارب. يعني اذا ما كانش في خير بين الاقارب، طب خيري هيكون هم سند الانسان. على فكره هو الانسان يتخيل نفسه كده ان هو ما عندوش اقارب، ان هو طلع كده وحيد كده، مالوش اب ولا ام ولا اخ، ما يعرفهمش. نعم. يتخيل نفسه هذا التخيل، وبذلك هيكون سبب ان هو يتواصل معه. وكل واحد يبدا بنفسه، ما يقولش والله هم اللي عاملين، هم اللي قاطعين، هم اللي كذا. وليه ربنا بنفسه شرع عليهم؟ لو الانسان مالوش ولاد صبيان مثلا، ليه شرع للعم ولاد العم؟ ليه شرع لهم جزء من الميراث؟
نعم هم دول سندوا في الدنيا لحكمة التواصل والترابط سندوا في الدنيا طيب معنا اتصال ان شاء الله ونكمل حديثنا الشيق اللي هو يعني لا ينتهي لا ينتهي الحقيقة مع حضرتك لو قعدنا حلقات وسلاسل يعني معنا كابتن محمود الحريفة مقدم برنامج صباحك رياضة السلام عليكم كابتن محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أبو الكباتن كل عام وحضرتك بخير ربنا يبارك في حضرتك مساء الخير عليكم طبعا كل سنة طيبين وحضرتك بالصحة والسلامة سعيد سعيد عليك يا رب العالمين الإسلامية سعيد دايما بوجود قنوات الصحة وجمال القناة إدارة مواهب كبيرة جدا أعتقد إن أي فترة بتمر بالشعب المصري بتبقى دايما فترة عظيمة على كل أهل الشعب المصري طبعا والأمة الإسلامية دايما أقول إن القناة دي ليها فضل كبير جدا على كل المتابعين بتكتشف مواد كبيرة جدا طبعا زبراهيم طبعا تحياتي ليك وكل ضيوفك احترام للشعب المصري كله ودايما عيد سعيد على الشعب المصري كله ويا رب دايما يبعد عنا الوباء والبلاء والبلاء يا رب العالمين ودايما نكون في صحة جيدة باستمرار وطبعا انا مش عارف يعني اذكر مين ولا مين لان كان صحة وجمال كان لها فضل كبير عليا بكل الكاست العظيم اللي كان معايا مخرجين مصورين معدين قناة لها فضل كبير جدا على كل الناس شكرا لحضرتك طيب لكل الناس اللي بتشاهدني البرنامج وكل سنه طيبين طبعا واحب اشكر شكر خاص جدا للاستاذ نصر من المخرجين الكبار جدا وله فضل كبير جدا عليا يعني في بدايتي في القناه يعني أنا مع حضرتك كل سنة وحضرتك طيب كابتن محمود عايزين حضرتك تكلمنا عن برنامج حضرتك بعد العيد إن شاء الله حضرتك إيه اللي ناوي تعمله بعد العيد وإيه البرنامج هيكون شكله عامل إزاي بعد العيد خصوصا موضوع الرياضة ده موضوع مفترض يكون أساسي في حياتنا كمسلمين يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن لبدنك عليك حق فموضوع الرياضة ده الإسلام بيحثنا على موضوع الرياضة وإن يكون جزء من وقتنا نهتم فيه بجسمنا زي ما بنهتم بروحنا كنا اتكلمنا في الفقرة الأولى عن موضوع التوازن الإسلام بيأمرنا بالتوازن بين النفس والروح فالرياضة عامل مهم جدا ومؤثر جدا في حياة الإنسان المسلم السوي السليم كلمنا عن برنامج حضرتك وإيه اللي ناوي حضرتك تعمله في البرنامج بعد العيد إن شاء الله في أمرين في شقين هامين جدا يا زبراهيم لابد الإنسان أن ينظر عليها دايما باستمرار أيا كان في أي عمل لابد الاحترام في المقام الأول لازم يكون الانسان عنده الاحترام ويكون عنده المبدا والوعي المحترم وما يحاول يكون بياخد رساله تكون الرساله دي تكون وصل كل الناس للمصلحه والمصلحه الفايده تكون في الخير صحيح الشر لان في امرين زي ما قلت حضرتك بيبقوا في امر شرط خير وامر شرط شر احنا دايما لازم ناخد الجانب الخير فانا برنامجي دايما كان بيخص ان يعني بنوعي الناس من الاخطاء بنوعي الشباب من الهلاك المستثمرين والناس اللي بتاخد الرياضه لسبوبه اخرى انا مش عايز اتطرق لامور ثانيه خالص انا عايز اتكلم على الجانب مع حضرتك اللي حضرتك ناوي ان شاء الله تعمله بشكل جديد وبشكل جميل كده ليفيد المشاهدين باذن الله طبعا ان شاء الله طبعا عندنا المنتخب ماشي بشكل كويس وعندنا الناشئين بتطوروا بشكل كبير وعندنا الدوري المصري بفضل الله من احسن الدوريات اللي موجوده في افريقيا دلوقتي وفي الوطن العربي فاظن ان شاء الله ناخد كارير كويس ونبدا ننظم مع اداره القناه باذن الله ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله في الرجاء باذن الله ان شاء الله نتمنى لك التوفيق كابتن محمود الحريفه مقدم برنامج صباحك رياضه كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد على حضرتك وعلى جموع المسلمين في كل مكان كل سنه وحضرتك طيب شيخ محمد نرجع لموضوع عشان بس الوقت بينسحب من تحت اقدامنا والمشاهدين اكثر المشاهد طلب موضوع الثبات بعد رمضان طبعا رمضان موسم عباده كبير جدا من صيام وصدقات وتلاوه قران لكن بنفاجئ بيحصل دروب كبير جدا مع الناس بعد العيد مش بعد العيد يعني بعد رمضان او ما الواحد بيسمع ان خلاص ليله العيد بيحصل بقى يعني هبوط حاد في كل حاجه كنا بنعملها صيام ننسى الصيام خلاص ما فيش صيام قيام ليل احنا بس هم الصلوات الخمسه وما فيش يمكن سنن ولا حاجه ازاي بنكون بنحاول نحافظ بشكل سليم على اللي احنا بذلناه في رمضان وازاي المفترض رمضان يغيرنا احنا قبل رمضان مفترض نكون مختلفين بعد رمضان ازاي نثبت على هذه الطاعة سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا عمل عملا أثبته وقالت كان عمله ديما صلى الله عليه وسلم وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل حتى ولو حاجة قليلة جدا
وانا اناشد اخواني المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، الناس اللي هي ما بيقدرش يقوم قيام الليل عشان ظروف شغله او ظروف صحته، ممكن يصلي بعد العشاء ركعتين اربعه على حسب ما ربنا ييسر له. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابو بكر الصديق كان يصلي في اول الليل فقال اخذت بالايه بالعزيمه، يعني عنده اخذت بالحيطه، هو ايه محتاط لنفسه احسن يروح عليه نوم. اما سيدنا عمر بن الخطاب كان يقوم في الثلث الاخير فقال اخذت بالايه بالعزيمه، عنده عزم وعنده ايه يعني ايه قوه يعني قوه بدن وعارف نفسه انه هو يقدر يقوم. فالثبات دوت نعمه من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. والله عز وجل اثنى على الانبياء بقوله عز وجل بعد في سوره الانبياء لما تكلم عنهم وذكر بعض الانبياء زي سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا ايوب، وسيدنا زكريا وغيرهم، قال الله عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. واثنى الله عز وجل على المؤمنين في سوره المؤمنون بقوله اولئك يسارعون في الخيرات، يعني لا يفعلون الخير يسارعون في الخيرات. ما الفرق يا شيخ محمد؟ هناك فرق كبير. يعني الله عز وجل لما تكلم عن طلب الرزق قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني اطلبوا الرزق بالمشي. لكن لما جه عند الخير قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وقال فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا. طبعا المسابقه لما بنعمل مسابقه غير لما بنتمشى مع بعضينا، صحيح. يعني الواحد بيتمشى كده ايه ماشيين انا وحضرتك ونتكلم في موضوع، لكن لما بنجري مين اللي هيوصل الاول عند الهدف اللي هناك؟ في تنافس، في تنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. في سورة المطففين. نعم. وربك عز وجل يقول في سورة مريم عليها السلام على لسان نبيه عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولا وأوصاني بالصلاة والزكاة في رمضان يا ناس؟ بل قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والله يقول للمصطفى عليه السلام واعبد ربك حتى يأتيك الإيه؟ اليقين. اليقين. فالعبادة في رمضان فقط هذا يعني خطر، لان انت ما تعرفش هتموت امتى. خطر ازاي؟ لان الانسان لا يعبد رمضان، فكن ربانيا ولا تكن ايه رمضانيا. طب هل يا شيخ محمد من علامات من علامات قبول رمضان الاستمرار والثبات بعد رمضان؟ نعم احسنت. من علامات من العلامات ان الله عز وجل يعني يحبب لك الطاعه بعد رمضان، والا يعني يحصل النزول والهبوط الجامد دوت في العباده حتى وان قلت الدرجات. لو انا بقرا كل يوم في رمضان جزئين بعد رمضان بقرا جزء، ده دليل على ان ربنا عز وجل ايه قبل مني رمضان. نعم. وكان الصحابه كانوا دايما ينشغلوا، مش بينشغلوا بالعمل نفسه انما ينشغلوا بالايه بقبول العمل، هل قبل ام لا. نعم. والله عز وجل يعني يصفهم في سوره المؤمنون وقلوبهم وجله، وقلوبهم خائفة. اولئك يؤتون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله خائفه هل قبلهم الله ام لا. ولكن مع هذا يوجد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى انه يقبل ان شاء طبعا الله. طبعا يعني ادعوا الله وانتم موقنون بالايه بالاجابه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل قال اعهد الي يا عبد الله، قال اذا سمعت الله يقول في القران الكريم يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، فرعها ايه سمعك، فانه خير يامرك به او شر ينهاك عنه. نعم ده حل مهم جدا لما الانسان يقعد يسمع كلام ربنا عز وجل كان رسائل جايه له من الله عز وجل، فيسمع لما يقول يا ايها الذين امنوا فالله يناديك اما الى خير واما ايه ينهاك عن شر. طيب احنا عايزين في نقاط محدده يا شيخ محمد عشان برضو الساده المشاهدين ياخدوا الموضوع بشكل مركز. كيف يكون الثبات بعد رمضان؟ كيف يكون الثبات بعد رمضان؟ حضرتك دلوقتي انتهى رمضان صح؟ نعم. والله عز وجل يعني موجود لا يغيب ابدا، الله لا يغيب ابدا عن الوجود سبحانه وتعالى. فاذا كنا نعبد رمضان فأصبحنا رمضانيين، وإذا كنا نعبد الله عز وجل فنحن ربانيين. فكيف يكون الثبات بعد رمضان؟ عندنا دلوقتي صيام 6 أيام من شوال، فالناس تبدأ فيها بصيام 6 أيام من شوال، لأن المصطفى عليه السلام قال كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. إزاي كان السنة كاملة؟ كأن السنة كاملة. ليه؟ سبحان الله. الوجه الدلالة قال العلماء إن الله عز وجل جعل في الإسلام الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب كتبه الله عز وجل بعشرة أشهر. شهر رمضان ما هو الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها. طيب يبقى عندك السنة كم شهر؟ 12 شهر. عايزين نكمل السنة بقى
قال واتبعه ستا من شوال وست ايام بشهرين، يبقى كده عندك ايه السنه كامل. كان في 10 ب 60 60 يوم يعني تقريبا شهرين، يبقى شهرين، يبقى كده عندك الايه السنه كان كصيام الظهر كما قال الله. المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا اصوم 6 ايام من ايه من شوال. نعم. ثم بعد ذلك اذا جاءت يوم 13 و14 و15 من كل شهر كان المصطفى عليه الصلاه والسلام ايام البيض بقى. الايام يعني البيض بتسمي بتخلط الاسماء بيسموا الست ايام من شوال بيسموهم السته البيض. لا. لكن الايام البيض هم 13 و14 و15 من كل شهر هجري، من كل شهر هجري. هكذا كان المصطفى. وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على صيام يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك يا رسول الله لما اشمعنى يعني الاثنين والخميس ما كان ممكن جمعه وسبت، يعني عندنا اجازه في المدارس الخاصه دلوقتي يعني يعني جمعه وسبت او حد واثنين. او قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، وسئل عن صيام يوم الخميس قال ذاك يوم ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا صائم. الناس اللي هي بتنتظر يوم 12 من ربيع الاول من كل سنه عشان تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحتفلوا بيه بالاكل واللعب والكلام ده. اهو النبي عليه الصلاه والسلام بيقدم روشته بيقول صوم كل يوم اثنين احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي عايز يحتفل بشكل حقيقي. أيوة بقى مش عايز يا كلام هو فاضي يعني. ما هو بقى نرجع للب الموضوع ان حضرتك في اول الامر بتقول لي يعني هم الناس دلوقتي بتفرح بطريقه معينه، هل الفرح دوت نفس الفكره برضو باحتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفلون احتفالا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلام واضح جدا، يا رسول الله لما يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، طب اشمعنى يوم الخميس قال هذا يوم ترفع فيه الاعمال الى الله فاحب ان يرفع عملي الى ربي وانا ايه وانا صائم. يبقى عندنا كده باب الخير الصيام كده ايه لم يغلقه. طيب تعالى للصلاه، شرف المؤمن في قيام الليل. سئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها كيف كان قيام رسول الله في رمضان، يعني كان بيقوم قد ايه، كان راكع يعني. فلان بعض الناس يفتكروا سيدنا النبي يجي في رمضان ويزود بقى في الصلوات، لا، قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم يقوم في رمضان وفي غير رمضان 11 راكع لا يزيد عليهن ولا ينقص منهن صلى الله عليه وسلم. فكان يحرص عليهن يقوم الليل ب11 ركعه، وكان بينوع في العبادات. ويا ريت الناس تتعلم الحته ديت من حضره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في تنويع في العباده، ما يبقاش الصلاه نمط واحد، الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلص الفاتحه انا اعطيناك الكوثر، الله اكبر قل الله احد، يعني مش بقلل منهم انما يعني طول ما انت تقول السور هي هتلاقي نفسك في تدبر، هتلاقي نفسك بتفكر في 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 امور حسابيه ومعقده وبتحلها وانت واقف في الصلاه وصليت صح وما غلطتش، بس هي ماشيه اوتوماتيك، بس هي ماشيه خلاص يعني ايه تعود يعني. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال ده نكمل على ثبات بعد رمضان. معانا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيبه، اتفضلي. حضرتك لو سمحت يا شيخ والدي فطر يوم في رمضان يعني ممكن اصومه انا؟ قلت لك اصوم وانا لا، معلش الصوت بيقطع. حضرتك بتقولي والدك فطر في يوم في رمضان، هو ما زال على قيد الحياه، ربنا يديه الصحه ويقدر يصوم بعد رمضان؟ لا بس هو تعبان والله. يعني تعبان ما يقدرش يصوم خلال السنه؟ لا هو تعبان مش يصوم، هو كان صايم رمضان كده، هو سنه السنه. طب هو افطر يوم ولا افطر الشهر؟ لا يوم واحد. افطر يوم واحد في رمضان اللي فات؟ ايوه. تمام. طيب شكرا لاتصال حضرتك، الشيخ محمد هيرد على حضرتك ان شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. افطر يوم يعني هو طالما ان هو يعني اذا معناه كده انه صام 29 يوم، معناه انه يقدر يكمل، بيقدر يكمل. يبقى يا اختي صوم يوم في وسط السنه حتى لو في الشتاء اللي جاي مفيش مشكله، مفيش مشكله يعني قدامها سنه لغايه قبل رمضان القادم. بالظبط كده معاكي السنه كلها لغايه يعني لغايه 28 شعبان او 29 شعبان، الايام الفتره دي كلها هو يبقى يعني نقولها كده بالبلدي يخطف له يوم، يعني عارف انت اللي هو ايه يعني يوم كده يكون الجو لطيف، يبقى عارف يبقى عارف الارصاد قالت كذا فيصوم اليوم ده. طيب اللي احنا بنتكلم بقى اللي لا يستطيع ان يصوم ويفطر رمضان يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم واحد مسكين، ده اللي ما يقدرش يصوم ابدا، ما يقدرش لكبر سنه لمرض ممكن يكون بياخد ادويه مثلا، ربنا يعافي الجميع يا رب. كل ست مثلا ساعات بياخد ادويه، ففي الحاله ديت طبعا مش هيقدر يصوم طول العمر، لان في ناس بتاخد ربنا يعافيك والمسلمين بياخدوا ادويه ايه طول العمر، يقول له ده تمشي عليه بقى لنهايه الحياه. فده بقى بيجي في رمضان بيفطر رمضان وبعديها بيطعم يعني 30 مسكين، ال 30 دول ممكن يبقى مجمعين، ممكن يبقى 15 15، ممكن 10 10 10 يعني، وممكن كل يوم مسكين.
نعم. فيطعم عن كل يوم مسكين. ده اللي هو ما يقدرش يصوم ابدا خالص، لكن في حاله الحاجه ام محمد اعتقد ما دام صام 29 يوم اعتقد يعرف زي ما بتقول يخطف يوم في النص كده. انا قلتها في بلد عشان توصل حلو كده بس لازم يكون ينوي قبليه لان ده صيام فرض. طبعا ده لازم ينوي طبعا. هو لو اتسحر بدي النيه يعني. نعم. السحور ده اصلا نيه يتسحر نعم. ويبقى طبعا انا بقول انه بيتابع الارصاد وكده معنى كده انه عزم النيه. نعم. طيب بقى لنا دقايق قليله جدا جدا يمكن دقيقتين او اقل، عايزين نكمل الثبات بعد رمضان. حضرتك اتكلمت عن الصيام واتكلمت عن الصلاه ممكن ايه كمان كده سريعا؟ الصدقه. الصدقه ديت جايه من الصدق، احنا عايزين الناس تقف جنب بعضيها، الناس تعبانه ويا ريت بلاش تدوا للنصابين والناس اللي بتحتال وفي الشوارع وبيقولوا لله يا محسنين، لا احنا نشوف للفقراء المهاجرين للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. في ناس موظفين وفي ناس ما بيمدش يدهم لا رشوه ولا غيره، فدول اولى الناس ان نوصلهم ونوصلهم بطريقه محترمه يعني نعم. نتصدق لان الصدقه جايه من الصدق. قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الايه من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وقال في سوره الواقعه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. فيريتنا نتسابق في على فعل الخير يعني اذا يعني لو حبيت تتنافس تنافس في امور الاخره. فاما في امور الدنيا فانظر الى من هو اقل منك ومن هو دونك حتى يعني ترضى عن الله وترضى عما اعطاك الله سبحانه وتعالى. فبعد رمضان لا الرب سبحانه وتعالى لا يغيب ابدا، والاعمال الخير مفتوحه، الصلوات موجوده، المصحف موجود ولا لموها وقفلوا على الباب؟ لا المصحف موجود الحمد لله، فكتاب الله بيننا وتقوم تتوضا وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، كل الاعمال ديت موجوده بفضل الله تبارك وتعالى بعد ايه؟ بعد رمضان. فالانسان وهذا قلت خير العمل ادومه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ادومه خير وإنقل العمل ادومه وانقل وإن قل يعني حتى وان كان بس لابد حتى لو كان قليل لابد الاستمراريه دي مطلوبه. ان كان شيئا يسيرا الا ان تخيل ان ربنا عز وجل يعني عايزين برضو نختم كده ان ربنا يفرح سبحانه وتعالى الله. يفرح يعني شوف انا بقول يا جماعه يا ناس افرحوا بالعيد واسعدوا بالعيد وكده، الله عز وجل يفرح. امتى يفرح؟ يفرح بتوبه عبده اذا يعني اذا تاب الى الله توبه نصوح يفرح الله. لله اشد فرحا من احدكم كان في فلاه، يعني انسان في صحراء وانفلتت منه ناقته ثم بعد ذلك جلس تحت ظل شجره ينتظر الموت. النبي يقول لك ينتظر الموت يعني فقد الامل خلاص فقد هو في صحراء والراحله عليها طعامه وشرابه وخلاص يعني كان الحياه خلاص انتهت بالنسبه له. فنام تحت ظل شجره حتى اذا استيقظ وجد راحلته امامه، لا الناقه موجوده، وامسك بخطامها فقال اللهم ان اللهم انت عبدي وانا ايه وانا ربك. اخطا من شده الفرح. فطبعا ده تشبيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقرب لنا بس المسافات لان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب واحنا اقتربنا من نهايه الحلقه بندي لحضرتك كارت معايده تعيد بيه على من تحب، تحب تعيد على مين؟ اعيد على امي الحبيبه ربنا يديها الصحه وعلى ابي وعلا اخوتي وعلى زوجتي وعلى اولادي وعلى المسلمين اجمعين وعلى اخواني في فلسطين ربنا يحميهم ويحفظهم ويسدد درجاتهم وينصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وان يفرح الله عز وجل كل انسان محروم من نعمه الذريه، وان يعطي الله عز وجل كل انسان فقد عمله ان يرزقه الرضا وان يوفقه لعمل افضل مما كان فيه. اعيد على هؤلاء جميعا، اعيد على المرضى الذين هم يعانون الامهم، وابشرهم ان المسلم اذا يعني اذا اصيب بهم او غم أعطاه الله المصطفى صلى الله عليه وسلم دعاء يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالمصطفى بشره في آخر الحديث أن الله عز وجل يفرج عنه همه وكربه، وما من مسلم يشاك بشوكة يعني إلا يكفر الله بها من خطاياه. ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشوك. عارف لو حد زعلك يا دكتور إبراهيم الزعل ده بس نفسه بتاخد عليه ثواب، لو اتخبطت في 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 حائط أو في أي حاجة وحسيت بألم أو نغزة أو أي شيء تؤخذ وتؤجر عليه بإذن الله عز وجل، حتى الشوكة يشوكها إلا يكفر الله بها من خطايا. فعلى يعني المرضى الثلاثة دي يعني تعتبر خير خير طبعا خير للمؤمن، إما أن الله عز وجل يرفع له الدرجة وإما أن يمحو عنه السيئات.
فأنا أعيد على هؤلاء المرضى أن يشفيهم، وأسأل الله أن يشفيهم وأن يخفف عنهم آلامهم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير محمد. الله يرضى عنك. طيب سريعا حب زي ما بدأنا بالفرحة نختم بالفرحة ونقول إزاي المسلم يفرح، لأن كل واحد فاهم أعتقد أن الفرحة ده مطلب إنساني، أي إنسان باختلاف هويته باختلاف شخصيته بيبتغي السعادة، لكن كل واحد شايف السعادة من منظور مختلف. لكن أكيد الإسلام حدد لنا ضوابط للفرح. أحسنت. سيدنا الحسن البصري يقول إيه؟ إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فالعز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. العز كل العز في طاعة مين؟ في طاعة الله. والذل كل الذل في معصية. الإنسان اللي بيوقع نفسه في المعاصي بيبقى ذليل وحقير ونفسيته مش مظبطة، حتى لو كان بيفرح بهذه المعصية أو بيسعد أو بيتمتع. هي المعصية يعني طبيعي الإنسان بيفرح بيها في أثناءها، لكن بيعقبها الندم زي ما قلت لحضرتك قبل كده. أما الطاعة، الطاعة فعلا يعني تسعد الإنسان، لأن الله عز وجل هو الذي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معنى كده ان الانسان من لم يعرض عن ذكر الله عز وجل فان له معيشه طيبه، كما حكى القران في سوره النحل، والله يقول في مطلع سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، انما يعني معنى الكلام بمفهوم المخالفه انما انزلناه عليك لتسعد. فالسعادة كل السعادة أن يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل، أن يصل رحمه وأن يستغفر كثيرا، فالاستغفار والطاعة والأعمال الصالحة تسعد الإنسان. فالسعادة الحقيقية في طاعة الله عز وجل. تمام، بارك الله فيك يا محمد. معنا اتصال آخر من الأستاذ سيد يوسف مقدم برنامج أخبار بلدنا. السلام عليكم السيد، تفضل. عليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟ أهلا أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. سنة وحضرتك بخير يا رب يخليك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. عيد سعيد عليك وعلى كل اسره برنامج حضرتك. أهلا وعلى سهل. قناه الصحه والجمال، بيت الجميل، بيت الجميل فعلا، الصحه والجمال. وعيد مبارك على كل ضيوفك ما شاء الله، يعني حلقه محمد فهيم بارك الله فيك. بدري قاعد مستمتع بصراحه. الله يبارك في حضرتك، متشكرين جدا لحضرتك، ده شرف ونسعد بحضرتك. وعيد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. اللهم امين. كنت عايز حضرتك تكلمنا عن برنامج حضرتك، وهل حضرتك بتعتزم ان شاء الله تكمل بعد العيد، وايه الجديد مع حضرتك؟ ان شاء الله احنا بدانا في رمضان كام حلقه ومكملين ان شاء الله بعد رمضان في اكتر من حلقه برضو في بيت الجميل. دايما انا دايما اقول على قناه الصحه والجمال ده بيت الجميل، دي كانت انطلاقتي، ومهما رحت قنوات اكبر او حاجه ده بيتي، ده بيتي، وبعتز بكل عاملين في قناه الصحه والجمال. وشاكر حضرتك على المداخله دي يا دكتور، ومزيد من التقدم، وحاجه جميله ومشرفه ومبهجه بصراحه. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وحضرتك طيب، وجميع المسلمين في شتى بقاع الارض بخير وسلامه، ونتمنى لك كل خير في برنامج حضرتك، يكون اضافه لقناه الصحه والجمال، واضافه لمشاهدين الصحه والجمال الكرام باذن الله تعالى. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بصحه وسلامه، شكرا جزيلا لمداخله حضرتك، شكرا جزيلا. تمام يا شيخ محمد، اتفضل. طيب يعني اذا في اطار محدد الاسلام، يعني حددوا لينا ان احنا اصلي. بعض الناس بيتخيل اني انا مش عايز التزم بتعليم الاسلام، يعني الاسلام مقيد، الاسلام بيقول لي افعل ولا تفعل، يعني انا حاسس ان انا مخنوق. طب ما هم اصلا كفار، امال الكفار قريش كانوا رافضين دعوه محمد عليه الصلاه والسلام ليه؟ عشان خاطر هو بيعبد حاجه ما بتقولوش افعل ولا تفعل. والانسان لابد ان يكون له اله. افرايت من اتخذ الهه هواه، يعني بعض الناس يقول لك انا مش مؤمن باي اله، صح كده؟ نعم صحيح. لا لا، ده ليه اله برضو. ايه هو الاله دوت؟ الهوى، المزاج، العقل. هو فكر نفسه انه ماليش اله، لا ده برضو ليك اله، لانك انت مخلوق يعني مجبر على هذا، لازم يكون لك اله، اما بقى يعبد شيطان، اما يعبد شمس، اما يعبد قمر، اما يعبد كواكب او غير ذلك. اما المسلم نفسه اللي مسيراه هو الهوى بقى، الهوى. اما المسلم انما يفرح، كيف لا نفرح وقد اعاننا الله على صيام رمضان 30 يوم وقيامي، كيف لا نفرح وقد ختمنا القرآن عدة مرات. وكمان يا شيخ محمد فعلا الحرية، كل الحرية في عبادة الله سبحانه وتعالى، رب الكون. نعم صحيح. رب الكون الذي خلقنا وخلق كل شيء. أحسن. يعني هو فعلا الحرية والشرف كلها كله في عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي يعني الالتزام. والله سبحانه وتعالى عندما يعني يحل لنا أمر فهذا لمصلحتنا، وعندما يحرم لنا شيء فهذا فعلا لمصلحتنا. هو الواحد لما يلاقي نفسه بدأ الدنيا تنزل معاه وبدأ يتكاسل عن عبادة الله، يعني يفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليتني أرى أحبابي، فالصحابة يقولوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي.
قال ومن أحبابك؟ قال أحبابي من يأتون من بعدي ولم يروني وآمنوا بي. قالوا يا رسول الله يعني ولما؟ يعني ليه هم وصلوا لحبك كده، يعني وصلوا للمرتبة دي؟ قال لأنكم تجدون من يعينكم على طاعة الله وهم لا يجدون من يعينهم على طاعة الله. إن هذا الزمن الذي نحياه زمن الماديات والمغريات والشهوات، زمن الفتن، نسأل الله أن ينجينا وإياك والمسلمين منها، زمن فتن مفتوحة الأبواب على مصراعيها، فالناس لابد أن يعني تتقي الله في أنفسها وتحافظ على نفسها على قدر الإمكان. يعني الواحد على قدر الإمكان يحافظ على نفسه، لأن المسلم بالبطاقة ده هو اللي خارب الدنيا. المسلم الشكل الظاهري بس، الشكل الظاهري دوت اللي ملتحي ولابس كذا وبتاع ومش بيطبق تعاليم الإسلام، ده دي مصيبة. المنافقون مصيبة، الكذابين مصيبة، الغشاشين مصيبة. انتوا يا ناس يا غشاشين يا كذابين يا منافقين يا من لم تطبقوا شريعة الله كما ينبغي، انتوا بتهدوا في الإسلام، دول معوى الهدم. ولذلك الغرب بياخد النماذج دي يقول لك اهو هو الإسلام، اهو ادي المسلمين، يبص على الشيعة هم عمالين يقطعوا في جسمهم، هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. يعني مظاهر تسيء فالاسلام وسعادة البشرية في تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا عمليا، فما من خير الا ودلتنا الشريعة الاسلامية عليه، وما من شر الا ونهانا. لو قعدت حضرتك انا وحضرتك كده وقعدنا في مئات البرامج وقعدنا نكمل ونبص للشريعة الاسلامية الاوامر بتاعتها والنواهي، تجد كل امر خير ليك. نعم. وتجد كل شر يعني سبحان الله خير انه انت تبعد عنه، سبحان يعني الله العظيم. الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، سبحان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنا، الشر والخير. فضيلة الشيخ محمد فهيم، استمتعنا الحقيقه يعني بحضرتك وبمعلومات حضرتك وبضيافه حضرتك، والله اعزك الله، وبنقول لحضرتك كل عام وحضرتك بخير، ونتمنى لك الخير، وان الله سبحانه وتعالى يعيد علينا وعليكم وعلى الاسره الكريمه هذا العيد اعوام عديده وازمنه مديده بالخير والصحه وعلى جميع المسلمين في كل مكان. ربنا يحفظك يا رب ويسعد قناه الصح والجمال والجمال والعاملين عليها والقائمين عليها، وربنا عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجمعنا في الفردوس الاعلى مع رسول الله، وان يسقينا من يده شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها، وان يسعدنا ويراضينا. ربنا ارزقنا الرضا بما قسم لنا، اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت لنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وانا اشكر لك حسن الضيافه وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم فضيله الشيخ محمد فهيم الداعي الاسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك. الله خير. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أشكر لكم حسن المتابعة وأقول كل عام من أنتم بخير. وبهذه المناسبة أحب أن أتوجه بالتهنئة لجموع المسلمين في شتى بقاع الأرض، كل عام وأنتم بخير وصحة وعزة وسلامة، وأعيد على جميع المسلمين في كل مكان، وأعيد على أصدقائي وأقاربي وجيراني وإخواني وأخواتي وأولادي وزوجتي. وختاما ومسك الختام بأمي الحبيبة، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت إلى الله أقرب وعلى طاعتي أدوم، وأعاد الله علينا وعليك عيد الفطر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. كل عيد وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.